نذهب الآن إلى جنين مع مراسلنا فراس لطفي لطلعنا على آخر التطورات، وهل هناك أي تطورات فعلا تعكس أي ربط ما بين ما حدث شمال تل أبيب وما يحدث الآن في مخيم جنين؟ يعني العملية مستمرة رغم أن لا علاقة مباشرة أمنيا بما بين كما تسمعون هذه انفجارات متتالية منذ ساعة، والانفجارات المتتالية في وسط مخيم جنين واضح بأن الاشتباكات عنيفة وأن القتال يدخل مرحلة أشرس من التي كانت عليه في السابق، إضافة إلى استخدام المسيرات لقصف بعض الأهداف. قبل قليل أفدنا بوجود إصابات خطيرة وصلت إلى أحد المشافي القريبة من هنا. الاشتباكات تتركز أكثر في حي الدمج القريب من وسط المخيم، وهناك الاستهداف مستمر بالعبوات المتفجرة وأيضا قصف بالطائرات. الجيش الإسرائيلي لا يزال يستمر في هذه العملية في جنين، ولكن عملية تل أبيب جاءت يعني هنا ترحيب كبير بهذه العملية على وقع العملية العسكرية التي خرجت منها مشاهد دامية، أكثر من 100 جريح، 20 منهم في حالة الخطر، 10 قتلى حتى الآن في هذه العملية. الشارع الفلسطيني هنا رحب بعملية تل أبيب كونها رد طبيعي على العملية التي تحدث في سياق الخبر. البيان الأولي من حركة حماس جاء بالحديث بأن عملية تل أبيب هي رد أولي على ما يجري من جرائم في مخيم جنين، وبالتالي الآن ما يجري في جنين ينعكس على الحياة في تل أبيب وعلى العملية التي حدثت في تل أبيب، وأيضا لربما تتوقع أيضا المنظومة الأمنية الإسرائيلية أن يكون هناك مزيد من العمليات الانتقامية على وقع استمرار هذه العملية. لربما هذه العملية العسكرية في جنين وعملية تل أبيب تعزز داليا الأصوات المتطرفة داخل حكومة إسرائيل، أمثال بن غفير وسموتريتش الذين كانوا في البداية يدفعون باتجاه تنفيذ عملية عسكرية واسعة شمال الضفة الغربية وليس فقط ضد مخيم جنين. والحديث عن أن القدرة القتالية للمسلحين في جنين لا تزال مستمرة وقادرة على المواجهة والقتال، وبالتالي لربما عملية تل أبيب كما ذكرنا تعزز الأصوات المتطرفة أكثر عملية عسكرية. فراس اعذرنا المقاطعة، سأعود إليك لنكمل الحديث، فقد دعني نوه بأن هذه الصور الآن مباشرة نتابعها من تل أبيب، شمال تل أبيب تحديدا، للمكان الذي حدثت فيه ربما قبل دقائق عملية دهس. إذن هذه هي صور مباشرة من موقع الحادث لعملية دهس شمالية تل أبيب. على ما يبدو هذه هي المركبة التي قامت بعملية الدهس. هناك انتشار أمني الآن مكثف في هذه المنطقة كما نتابع من هذه الصور. الشرطة الإسرائيلية أعلنت عن تحييد منفذ عملية تل أبيب، طبعا لا توجد تفاصيل حول هوية منفذ هذه العملية. مصادر إسرائيلية تتحدث عن مقتل أحد المصابين في عملية الدهس حتى اللحظة، المعلومات تتحدث عن 10 إصابات، 3 منهم في حالة خطرة. هذه صور مباشرة من موقع الحادثة شمالي تل أبيب.